يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا فيه من النعم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين واجعلنا فيه عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الشقوة إلى الهداية ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ضالًا إلا هديته ولا عسيرًا إلا يسرته ولا ميتًا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا واجعله لأوليائك معينا وظهيرا وعلى أعدائك سيفا شهيرا. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وما قدموا للإسلام والمسلمين فاجعله في موازين أعمالهم يا حي يا قيوم.